الغارديان البريطانية كشفت عن تدهور مستمر في العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط. والغارديان البريطانية بهذا الشكل يوم أمس هي نشرت كل هذه التفاصيل قادمة من عدد من الأوساط، قادمة من الأوساط السعودية ومن الأوساط الإماراتية كذلك، وتتحدث بأن السعودية والإمارات في طبيعة الحال وفي عادتهم لا يتحدثون عن طبيعة الخلافات عندما تحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية على العلن، ولكن الأمور الآن اختلفت تماما، وهذه الأمور وصلت إلى هذا الحد بعدما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن يتخذوا موقفا حول التدخل الروسي في أوكرانيا، وكذلك رفع الانتاج للنفط من قبل هاتين الدولتين من أجل السيطرة على أسعار الوقود أو أسعار الطاقة العالمية. ولكن طبعا لم تجب السعودية ولم تجب الإمارات على اتصالاته المتكررة بحسب طبعا ما نشرته الول ستريت جورنال، وهذا ما دفعه مباشرة مؤخرا أن يتوجه إلى الخزينة الأمريكية الاستراتيجي وأن يقوم بطلب 180 مليون برميل للنفط أن تستخدم لمدة 6 أشهر، وللستة أشهر القادمة، أي بما معنى أنه سيستخدم وبدأ فعلا باستخدام مليون برميل للنفط في اليوم الواحد من أجل السيطرة كما تحدثنا على الأسعار بسبب الأزمة والعقوبات المفروضة على روسيا. وحتى هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض إلى الانتقادات الكثيرة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وعدد من الخبراء الاقتصاديين بأن هذا ليس حلا حقيقيا لما يجري على مستوى العالم بعد العقوبات وما يجري بين روسيا طبعا وأوكرانيا. بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبحسب ما نشرته طبعا الغارديان البريطانية، أكدت أن إحدى المشاكل الأساسية التي تجري بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي الذي سيعطي فرصة أكبر إلى إيران للوصول إلى القنبلة النووية، وكذلك توفير مليارات الدولارات إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وتحديدا نتحدث هنا عن حزب الله اللبناني، والأهم من ذلك هو توفير قوة أكبر إلى جماعة الحوثي الموجودة في اليمن، وبالتالي هذا يزيد من خطر كل هذه الجماعات على دول الخليج بشكل عام. وعلى هذا الأساس المنطق الذي تأتي به السعودية في هذه القضية بأننا لماذا علينا أن نساعد الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة احتواء روسيا من تواجدها أو احتواء روسيا من أوروبا، في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من قوة إيران في الشرق الأوسط وتبدأ الاستهدافات علينا يمينا وشمالا من دون أي موقف حقيقي قادم من الإدارة الأمريكية الحالية. أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فبالنسبة إليها كما قالت الغارديان بأن العلاقة بين الإمارات وواشنطن هي على المحك لعدد من الأسباب، واحدة من الأسباب هو الهجوم الأخير والهجمات الأخيرة التي تمت من قبل جماعة الحوثي، ومطالبة الإمارات للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عليه أن يتخذ قرارا وإعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب، ولكنه لم يتخذ أي إجراء وظل بعيدا على مسافة من هذه القضية، وليس هنالك إلا التنديد فقط. بالإضافة إلى ذلك أن الإدارة الأمريكية أوقفت صفقة مهمة جدا لطائرات F-35، طائرات الشبح كان من المفترض للإمارات أن تحصل عليها، هو قام بتجميدها، وكان هذا الموضوع من المفترض أن نسمع عنه في الأشهر الماضية، الستة أشهر الماضية سمعنا عنه ولكنه لم يصل إلى طريق فعلا، بل أن أيضا هنالك قضايا متعلقة بتدخلات سيادية بحسب ما وصفتها طبعا الغارديان من قبل واشنطن على الإمارات. واحدة منها هي أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الضغط على الإمارات لرفع منتوجها النفطي أو الضخ النفطي الخاص بها خارج اتفاق إطار أوبك. وطبعا القضية أيضا الأخرى هي التدخل في زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية انتقدت هذه الزيارة تماما، وبالتالي الإمارات انزعجت كثيرا من هذه التفاصيل. وقضية الرئيس السوري بشار الأسد ليست فقط الإمارات التي تسعى إلى هذا التواصل، بل إن المملكة العربية السعودية سمعنا أخبارا كثيرة عن تواصل بينها وبين الرئيس السوري بشار الأسد على عدد من المستويات، وكذلك دول الخليج بشكل
بشكل عام. والغرض الاستراتيجي من هذا الأمر ليس فقط إعادة بشار الأسد إلى الساحة من جديد، ولكن للتخلص من إيران في سوريا وتقليل نفوذها بشكل أكبر. والمثير بهذا الأمر بأن إسرائيل أيضا تسعى في هذه الاستراتيجية أن تصل إلى طريق، وهذا الأمر أصبح واضحا مما نشرته إسرائيل هيوم كما تلاحظون. يوم أمس هي نشرت هذا الأمر وقالت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اقترح بأن علينا أن نوافق على قضية عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الواجهة، وأن نعترف بوجوده وقوته لإخراج إيران من سوريا بشكل مباشر. كذلك مسؤول غربي صرح إلى الغارديان البريطانية في ظل كل هذا الحديث عن العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نقل عن شخص سعودي على ما يبدو بأنه مسؤول من المسؤولين السعوديين عن طبيعة ما تنظر إليه المملكة العربية السعودية إلى طبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن نظيرا سعوديا قال هذه هي نهاية الطريق بالنسبة لنا ولبايدن، ولكن ربما للولايات المتحدة أيضا. وهنالك سبب حول هذا الأمر، بسبب التخبط المستمر، التضارب المستمر بالنسبة للسياسات الأمريكية. فعلى سبيل المثال ما جاء مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي وقع الاتفاق النووي في عام 2015 مع إيران، هي كانت بداية الزلزال لهذه العلاقات وتحديدا مع المملكة العربية السعودية. جاء دونالد ترامب وتم ترميم هذه العلاقات طبعا، وعادت العلاقات بشكل أفضل وأفضل، ولكن عاد مرة ثانية الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي لكي يوصل هذه العلاقة إلى هذه النقطة التي نتحدث بها. إذا ما البديل؟ البديل بحسب أيضا ما ذكرته الأوساط السعودية هنا للغارديان البريطانية هي الصين، لأن الصين لا تمتلك هذا النوع ولا تتبع هذا النوع من التخبطات أبدا. هي لديها سياسة واحدة فقط، أن تأتي أنت وأنت تصدر النفط على سبيل المثال، بغض النظر إذا كانت السعودية أو الإمارات، اجلب النفط بيعه لنا طبعا بالنسبة لهذا النفط، حافظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولك أن تتوجه لتأخذ الكتالوج الخاص بالأسلحة الصينية من دون أي حدود، يمكنك شراء الأسلحة كما تريد في ظل هذين الشرطين طبعا اللذين تحدثنا عنهما بهذا الشكل. وبالتالي الأمور بهذه البساطة، لا داعي للنظر ما الذي سيفعله الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كل 4 أو كل 8 سنوات ومن هذه التخبطات الكبيرة. تارة الفصائل المسلحة أو جماعة الحوثي أو غيرها هي يتم السيطرة عليها، وهنالك دفاع كبير جدا عن الحليف المهم جدا ألا وهو السعودية أو الإمارات أو غيرها، وتارة أخرى الأمور تختلف كما نرى الآن. وبالتالي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية إذا ما أخذناها كمثال، فإن قضية أخذ السلاح من الصين والتوجه إلى الصين مع عدم تبدل المزاج كما هو يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هو الأفضل بالنسبة إليهم، وبالتالي هم يجب أن يحافظوا على أسواق الطاقة العالمية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم على الإطلاق. لا يمكن السماح لجماعة الحوثي أو غيرها من الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو غيرها أن تستهدف مصدر الطاقة المهم جدا ألا وهو المملكة العربية السعودية، خاصة وهم بدأوا فعلا السعوديون يحققون الكثير من النتائج المهمة على المستوى الاقتصادي. البلومبرغ قبل 4 أو 5 أيام تقريبا كما تلاحظون هنا تحدثت بأن المملكة العربية السعودية تمكنت من الوصول إلى أدنى مستويات البطالة منذ عام 2009. الآن معدل البطالة على المستوى الرسمي كما ذكر في البلومبرغ هو 11%، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة إليهم، بل إن التريدينج إيكونوميكس وجدت بأن البطالة ومستوى البطالة هو أقل بكثير مما تحدثنا عنه بكل تأكيد. فالتريدينج إيكونوميكس كما نلاحظ هنا في يوليو عام 2020، وكما نتذكر في هذه الفترة كانت هي بداية وانفجار الكورونا فيروس وفيروس كورونا في العالم وتأثيره على الاقتصاد، وصلت البطالة بحسب التريدينج إيكونوميكس في المملكة العربية السعودية إلى نسبة 9%، ولكن الآن لاحظ حتى يناير عام 2022 وصلت النتيجة بالنسبة إلى البطالة وانخفضت إلى نسبة 6.9%، بل إن حتى الجي دي بي ألا وهو جروس دوميستيك برودكت وهو واحد الذي وطبعا هذا هو المعدل الذي من خلاله أنت تتمكن من معرفة النمو الاقتصادي بالنسبة للسعودية، كما نلاحظ
في يوليو عام 2020 كان النمو الاقتصادي سالب 7.2 طبعا بسبب الكورونا فيروس، كل العالم تضرر، ولكن الآن الأمور اختلفت. لاحظ عملية الارتفاع والنمو الاقتصادي الواضح هنا 6.7% بلس، هنالك نمو ب 6.7% على المستوى الاقتصادي في السعودية كما نتحدث هنا في يناير عام 2022. وبالتالي لا يمكن التضحية بمثل هذه الأمور وأن يدعوا جماعة الحوثي أو غيرهم استهداف مصادر الطاقة المهمة كما هو يحدث الآن على دول الخليج بشكل عام، بل إن هنالك متغيرات قادمة تعيها دول الخليج بشكل واضح مع العودة إلى الاتفاق النووي. تحدث عنها هذا الرجل وهو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، وهذا طبعا الرجل وهو لامبورن تحدث بشكل واضح بأن العودة إلى الاتفاق النووي ستؤدي إلى قضية واحدة فقط، بأن إيران ستتمكن من الوصول إلى القنبلة النووية، وعلى هذا الأساس إسرائيل ستتصرف بحسب تقديراته وستضرب المنشآت النووية، وبالتالي سنكون أمام تغير كبير جدا، وقد تتغير المعادلة في المنطقة بشكل أكبر حتى مما نراه الآن على مستوى روسيا أو حتى تدخلها في أوكرانيا.